عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة والجهود المبذولة من قبل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية خلال الفترة الماضية. وخلال الاجتماع أكد مدبول الاهتمام بمتابعة عمل الهيئة بصورة دورية بهدف حل أي مشكلة وتقليل العقبات، بما يسهم في نجاح أداء دورها في توفير الاحتياجات المختلفة للقطاع الطبي بأسعار مميزة.